دخل عمر عند صلاة الفجر بدأ يوقظ الناس النائمين ينبه القائمين وينادي في الناس الصلاة الصلاة حتى إذا أقيمت الصلاة تقدم عمر في المحراب ليصلي بالناس. دخل عمر كبر في المحراب الله أكبر ثم بدأ يصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كاد ذاك المجوسي أن يخرج عليه لكنه أراد أن يؤخر الخروج إليه حتى يقوم عمر إلى الركعة الثانية فيكون أكثر الناس قد قدم إلى الصلاة واصطفوا في الصفوف. فلما أتم عمر الركعة الأولى قام رضي الله عنه إلى الركعة الثانية وكبر الله أكبر وبدأ يقرأ بالناس مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. في لمحة عين خرج عليه ذلك المجوسي وطعنه ثلاث طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر، فلما جر الخنجر فتح ما تحت السرة حتى خرجت بعض أمعائه من قوة الطعن، وصاح عمر بأعلى صوته ووقع على الأرض صريعا. أما ذلك المجوسي فإنه لما قتل عمر انطلق يشق الصفوف ليهرب ويطعن الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 صحابيا مات منهم 7 في الحال. قدروا عليه طعن نفسه ومات. التفت إليهم ثم قال من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي. قال غلام المغيرة بن شعبة قال نعم. قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل عربي. لا، العروبة والعجمة ليست مقياسا عند عمر. الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل غني. الحمد لله الذي قتلني فقير. لا، أيضا الفقر والغنى ليس مقياسا عند عمر. الحمد لله الذي جعلني رجل مملوك ليس حرا. أيضا الحرية والعبودية ليست مقياسا عند عمر. إنما قال عمر الحمد لله أن الذي قتلني لم يسجد بسجدة واحدة لله يحاجني بها عند الله تعالى. Yet one can see the Rafidah elevating a Zoroastrian, coward suicide, yet at the same time slandering and cursing a close companion of the Prophet, peace be upon him. This is the pre-Islamic, Majusi, Persian grudge, that continues to flourish within Rafidah Shiaism. They've covered their nationalism, Arab hatred and racism in the cloak of following the family of the Prophet, yet they, the Rafidah, are farther away from Islam than Hindus could ever be. Also, it is clear now, that cursing the companions of the Prophet, and elevating a Zoroastrian Majusi suicide, is not just done by some of their so-called extremist scholars, as some try to portray. وجرى ذلك على يد موالي شجاع البطل أبي لؤلؤة فيروز رضوان الله تعالى عليه. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. زين؟ أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤة هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر صلوات الله عليه ولعنة الله على عمر. Amen.
از باد بخون بی ثمرم نگذاری، از عشق علی بی ثمرم نگذاری، تا عمر بود دهن عمر میگویم. این بوده ایرانی ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزادن عمر لعنت الله علیه. این ابو بکر لعنت الله علیه زنده مولا خدا، کسانی که اصحاب مهاجرین انصار را لعن میکنن و میگن مرتد شدن، اینها ضد قرآن میگن. ما نمیشه بگیم خدا نفهمی، شیعه های ایران فهمیدن میشه. پس کسانی که بدانید کسانی که مهاجر و انصار رو فوش میدن یا لعن میکنن یا برای منبران میگن اینها مرتد شدن، اینها تمام ضد قرآن بیعقیدن. چرا؟ به قرآن خدا تضمین کرده بهش را برای مهاجرین و انصار. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. Is there still anyone out there who doubts that the Rafidah are Majoos? As for those people who also celebrate Nowruz, like the Kurds, some Afghans and Tajiks, who are actually non-Rafidah. Well, this is not a proof for the validity of this pagan holiday, for unlike in the Rafidah sect, which approves Nowruz due to its Zoroastrian roots, in real Islam, this pagan holiday, along with every other pagan holiday, be it Arabian, Persian or Turkish, is strongly prohibited. That is why you see knowledgeable Iranian nations, like the Tajiks in Afghanistan, who continuously expose the pagan nature of Nowruz, even though they themselves are of Iranian origin. بچه زردالو و کشمش و انگوری دار کنم بشه جور کنم، هیچ کسی کار نکنه. این هم یک عادت جاهلیت است که مردمی که آتش پرست بودن این کار میکردن. As for the Rafidah, then their case is now known, and some of them admit what we all already knew. زردشتی هم هستی، همه ما ریشه زردشتی، همه ما ریشه زردشتی. I couldn't have said it better myself. These are the roots of the Rafidah Shia. Now when will you free yourself from nationalism, superstitions, polytheism and heresies in the name of following Ahl al-Bayt and culture, and accept true Islam, the Islam of the Sunnah? Don't sell your intellect to the mafia, who hide under the cloak and turban of the Prophet, peace be upon him, for they are the Majoos, who seek to destroy Islam from within. Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. Thank you. And Eid-e-Shoma Mubarak.